النجم الكوميدي الجميل محمد انور، ورحب بيك معايا النهارده على زيكونك بعرب. ربنا يخليك، وانا اللي مبسوط جدا ان انا موجود معاك والله. عايزه ابارك لك في الاول طبعا على نجاح الفيلم جوازه توكسيك، ما شاء الله مكسر الدنيا. الحمد لله. ايرادات في مصر وبره مصر، ايرادات عاليه ما شاء الله، مبروك عليك. الله يبارك فيكي والله. الحمد لله. بص، احنا يعني كنا ان شاء الله يا رب متوقعين ان احنا عاملين فيلم كويس، وانه باذن الله يعجب الناس ويعمل ايرادات عاليه، بس انه يعمل ايرادات دي ده كرم من ربنا بقى، اللهم لك الحمد. بالذات كمان يعني بره في الوطن العربي كله عامل ارقام، يعني ما شاء الله، الله اكبر يعني. الحمد لله. ايه جوازه توكسيك يعني فيلم كده، اشمعنى ده اللي خلى انور يقول لا هعمله وما شاء الله بطوله بالنسبه؟ بصي بقى، الحمد لله رب. انا يعني مش ناس كتير فاكره ان انا عملت جوازه توكسيك عشان ده ايه، ده بطولتي بقى، اللي هو تبقى انت الموسم اللي فات كنت عامل فيلمين كنت حلو فيهم وكويس، بس بطوله ناس تانية يعني، سواء البعبع بطوله امير كراره او مستر اكس بطوله احمد فهمي، فانت المره دي بقى بتعمل عشان بطولتك. لا والله، يعني انا مش عشان ده، عشان الدور اساسا جديد ومختلف عليا. يعني انا طول الوقت بحب اعمل دور حلو، الدور بقى طلع دور تاني، طلع دور اول، طلع بطل، طلع مش بقى، يعني ده كرم ربنا طبعا. بس الفكره انه المهم الدور. انا الدور هنا بالنسبه لي بصراحه كنت مبسوط بيه جدا، لانه جديد عليا. فكره انك عملت حاجات دمها خفيف قبل كده وبتاع، ده الحمد لله بقى كان موجود طول الوقت. لكن انك تعمل بقى حاجه فيها رومانسي وفيها دراما وفيها مشاهد انسانيه وحاجات كده، قصه حب وبتاع، انا ما عملتش ده قبل كده خالص، كان نفسي اعمله من زمان. ففكره بقى انه يصادف انه يبقى يعتبر اول بطوله ليك وبتعمل دور مختلف عليك، ده بقى كرم من ربنا الحمد لله يعني. بس هو الموضوع عجبني، لانه كمان فكره الفيلم بغض النظر عن دوري كمان بتناقش حاجه مهمه والله جدا، موضوع انه لما يكون اتنين بيحبوا بعض، وده كتير موجود سواء في مصر او في الوطن العربي، انه بيبقوا بيحبوا بعض جدا فما بيشوفوش مشاكل بعض او عيوب بعض، لما بيبقى في عشره بقى والعيلتين بيتقابلوا بتكتشف انه في فروق تعدي. يعني انا شايف انه دايما الافلام والسينما بتناقش فكره الفروق الماديه، انه هو غني وهي فقيره، او هي غنيه وهو فقير، لكن عمر ما حد ناقش فكره انه الاثنين ماديا زي بعض، ثقافيا وحتى اجتماعيا زي بعض، بس هما في التربيه اللي مختلفه. على فكره هي دي بقى اساس كل المشاكل اللي في البيوت انا اظن، يعني انه بيبقى هي متربيه تربيه معينه، هو متربي تربيه معينه، لما بيتقابلوا بالتربيتين بتكتشف انه هنا بيحصل العيوب بقى بين الاثنين، المشاكل ما بين الاثنين، ان هي متربيه متحرره شويه، هو متشدد شويه، ايه اللي لابسه ده، ايه اللي عاملاه، ايه ده انت التهريج ده، ودي اغلب المشاكل اللي في البيوت. فالفيلم بيناقش دي، فحلو جدا، عشان كده عجبني انه كمان بيناقش فكرة ان لا التشدد في التربية قوي صح، ولا برضو التحرر المطلق ده صح، يعني لازم نربي ولادنا بشكل متوازن يعني معتدل. فكرة الدعاية ما شاء الله، يعني عايز اقول ان انت مثلا اكتر نجم يعني اهتميت بالدعاية للفيلم، والفكرة المطرقة اللي عملتها اللي هي ايه بتاعت اللعيبة. ايه اللي جاب لك الفكرة اصلا؟ بص هقول لك الموضوع جه ازاي. انا في اول ما جيت انزل البرومو او الاعلان بتاع الفيلم، فقلت ايه، ما انا عايز ناس تتفرج، انا شايف البرومو حلو والناس يعني فاهمة، وبرضه انت نازل قدام افلام كبيره جدا، فعشان تبان لازم تعمل حاجه، يعني لازم يبقى في حاجه عندك. فانا وانا بنزل اعلان عمال اقول ايه، اقول مثلا توكلنا على الله ربنا يكرمنا، مثلا اقول ايه لما علينا عبيدك يا رب، عارفه اللي هو انا مش عارف والله مش عارف اقول ايه اخلي الناس تتفرج. فرحت قلت ايه، باعلان فيلم جوازه توكسيك مش عارف ايه، ينزل 3/7 وربنا يرزقنا برزق ولاد رزق. فلما قلت دي في البرومو، لقيت اغلب الصحف واغلب المواقع وبتاع نزلت انه ربنا يرزقنا برزق ولاد رزق مش عارف ايه بتاع، ففجاه اتبسطت بقى سلوجن خلاص لفيلم جوازه توكسيك، فربطت فانت ربطت نفسك بولاد رزق، وده نجاح كبير جدا، فدي حاجه كويسه ان انت تحط نفسك في المنطقه دي. ثانيا بقى في حاجه اسمها جوازه توكسيك، وده المهم.